الخبز الشامي اسهل عيش ممكن تعمليه في البيت عندك. المقادير قدام حضراتكم على الهواء، 4 كوبايات من الدقيق، وبعد كده عندي معلقه كبيره من الخميره، وعندي 2 معلقة كبيرة من السكر، 2 علبة زبادي عشان العيش يبقى طري ومعايا وحلو، وبعد كده عندي 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون، 1.5 كوباية من اللبن للعجن، وللوجه احط حبه البركه. يبقى ده بالنسبه لايه؟ للعيش الشامي. مقادير سهله، 4 كوبايات دقيق، معلقه كبيره من الخميره، بعد كده عندي 2 معلقة كبيرة من السكر، 2 علبة زبادي، بعد كده 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وبعد كده عندي 1.5 كوباية اللي انا هعجن بيها للحليب. ممكن تحتاج 1 كوباية بس، لان انا هحط 2 علبة من الزبادي، حسب ما هتعوز من حليب هنضيفها. وبعد كده عندي الوجه حبه البركه. طيب اول حاجه عندي باخد عندي الحليب بتاعي هو والخميره والسكر، ونروح فين؟ عندي على النار، ناخد شويه من الحليب وابدا اللي انا دافيه، مجرد بس ما يطلع البخار بتاعه كده زي ما انت شايفه من الحله اللي انا حطيتها الصغيره ديت، بقوم جايب عندي السكر واقوم ضايفه، ادي 2 معلقة السكر، ايه اللي هيفعل لي الخميره؟ السكر طبعا والحليب الدافي، واقوم شايله من على النار على طول، يعني خلاص اشيله من على النار، مش محتاج ان انا اضيفه تاني على النار عندي. طيب بعد ما قلبناهم كده الخميره خلاص عرفت اللي هي دابت كويس جدا، هي والسكر والحليب. يفضل طبعا ان انت تسيبي الخلطه ديت تقوم مغطيه عليها وتسيبيها حوالي ربع ساعه تشتغلي عيش شامي حلو على اصوله ان شاء الله يطلع معاكي مظبوط. تقوم شايله دي وتقوم مغطياها حوالي ربع ساعه بالظبط. بعد ربع ساعه بنبدا نعمل العجينه نفسها بقى بتاعت العيش نفسه. بجيب عندي العجان وابدا ان انا احط عندي 4 كوبايات من الدقيق، وبعد كده اقوم حاطط 2 علبة من الزبادي. نجيب سباتيولا بس نشيل الزيادات ديت كلها. وبعد كده عندي زيت الزيتون بس مش دلوقتي، زيت الزيتون هنضيفه لكن مش دلوقتي. طيب ناقص ايه طبعا عشان المعادله تبقى مظبوطه؟ الملح. ادي الملح بتاعنا اهو. نبدا نضيفه مع الزبادي ونبدا نقلب الخليط ده كويس. باخد عندي خليط الخميره والسكر والحليب الثلاثه مع بعضهم، وابدا اضيفهم هنا على العجان عشان ابدا اعجن العجينه بتاعتي. بالراحه خالص واحده واحده، ما نعليش العجان، يعني نسيبه على السرعه الاولى يشتغل، وبعد كده شويه ببدا ان انا اعلي العجان واحده واحده. هجيب عندي زيت الزيتون. بص زي ما اتفقنا في اي عجينه انت بتشتغلي فيها الموضوع سهل جدا، يعني خصوصا لو بتعملي في عجان انت بتشيليها كده الاول وتبص على القوام بتاع العجينه، الملمس بتاعه نفسه، هل هو محتاج ميه او محتاج سائل حليب؟ لا هو مش محتاج اي سائل خالص، هو مظبوط قوي ومحتاج اللي هو يتخدم عليه كويس بس. يعني يتخدم يعني يتعجن اكتر. لما ابدا اعلي عليه ابدا احط عندي زيت الزيتون. اهو.
بيبص على العجينه يعني بتلزق في ايدي حاجه بسيطه، حاجه بسيطه جدا، فهي بتتخدم كده ام الدقيق ايه، حاجه بسيطه جدا من الدقيق يعني، حاجه كده لو توصف كهيم الدقيق. شيل بايديا كده واحط في العجان وابدا ان انا اعجن عشان بس العجينه تبقى مفتوحه، بس ما تبقاش مفتوحه اللي هي تلزق قوي في ايديا. نسيبها عندي على السرعه الثانيه شغاله كده. كل ما تسيبي العجينه ديت اللي الشامي، كل ما تسيبيها في العجان كل ما يكون افضل بكتير جدا عشان تطلع لك نتيجه محترمه قوي. ما تستعجليش عليها وتقوم طلعاها، سيبيها في العجان براحتها تاخد راحتها خالص، وتعالوا نبص عليها هتبقى عامله ازاي. بسم الله، بص بقت عامله ازاي. طب هو ايه اللي مخليها ناعمه معايا كده؟ هو طبعا زيت الزيتون هو ده اللي بيخليها اللمعه بتاعتها تبقى مظبوطه، الملمس بتاع العجينه نفسه بيبقى حاجه محترمه جدا. طيب تقوم واخده الدقيق بقى، تقوم واخده العجينه نعم حضرتك اهيت، ونبدا ان انا اكور عندي العجينه. بص العجينه، بص الملمس بتاعها عامل ازاي، محترمه قوي يعني، حتى لو عملتيها كده مش هتلمي معاكي. حلو، بتقوم واخداها ونبدا ان انا اكورها. طبعا الكور دي كبيره قوي فخلينا نصغرها شويه. طيب ادي الحاجه اهيت، خلاص خلصناها. طب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نقوم جايبين ايديا ونبدا نلف بيها العجينه ديت. اهم حاجه عشان يطلع معايا العيش مظبوط هي اللفه ديت، دي اهم حاجه، اللفه اللي انا بلفها ديت. تمام اهي، عجينه مظبوطه ان شاء الله وتطلع معايا تمام. دفينا اللبن الحليب اول حاجه اللي هي الكوبايه ونص، وحطينا المعلقه الكبيره من الخميره، وبعد كده معلقتين اتنين من السكر، وبعد كده حطينا الدقيق اللي 4 كوبايات دقيق، وحطينا معلقه ملح، بعد كده حطينا معلبتين اتنين من الزبادي. الزبادي ده بيخلي العيش بصراحه حلو قوي، خصوصا العيش الشامي. وبعد كده حطينا الخليط اللي انا عملته على النار وسبته ربع ساعه زي ما اتفقنا. وبعد ما خدت الحاجات دي السوائل دي كلها، بدات ان انا احط زيت الزيتون وانا بعمل العجينه نفسها. تمام، نلف، وبعد كده ببدا ان انا ايه اسيبها ترتاح شويه. نجيب صاج وببدا ان انا رش عليه دقيق، تمام، وبعد كده ببدا ان انا ارص. طبعا نعمل مسافه بحيث حضرتك ان انت ده هيخمر في خميره. اربع كوبايات دقيق ما شاء الله، يجيبوا لي كام رغيف. سهل والله، يعملوا الحاجات دي في البيت يا جماعه، يعني انا مش عارف ليه بتجيبوا من بره. هتوفري وكل حاجه وانا عارف، والجو حر مش هتقين تقف في مطبخ، لكن ما بياخدش وقت زي ما انت متخيله يعني. يعني موضوع سهل، فرن عندك ساخن هي بالظبط ربع ساعه تطلعي العجين اللي انت شايفاه ده، وتطلعي شويه عيش، وكفايه اصلا ريحه العيش كمان والخير اللي يبقى موجود في البيت لما يبقى العيش معمول فيه. هجيب عندي دقيق ونقوم رشين عليه من فوق، وبعد كده لازم نغطي طبعا عشان الرطوبه بتاعت الجو ما ينشفش من فوق، لان ده لو نشف مش هيبقى حلو. يفضل انت تغطيه فوطه، لو عندك فوطه مطبخ يكون افضل بكتير جدا، اي مخبوزات على فكره مش العيش ده بس. طيب تعالوا نعمل ايه بقى، نغسل ايديا بس وهنسيب العيش ده يرتاح معايا ربع ساعه كده او 10 دقايق، وبعد كده نبدا اللي احنا نشتغل فيه فرد عيش عشان نبدا ندخله عندنا الفرن. ده التخمير، قبل التخمير ده، قبل التخمير وده بعد التخمير، اهو الفرق قدام حضرتك اهو، ده قبل وده بعد، باين خالص اهو. نغطي ده، سيبه يخمر،
سيبناها بصراحه خمس لا اربع كوبايات ونص من الدقيق، كنت زود دقيق شويه. نجيب عندي دقيق وببدا ان انا اخد عندي اللقمه بتاعتنا، لان بعد ما افردها هسيبها ترتاح شويه كمان، يعني حوالي دقيقه كمان او دقيقتين. مهم اول فرد بقى يا جماعه عشان يطلع معايا العيش مظبوط ان شاء الله. حاضر، من عينيا الاثنين حمدي. الله يكرمك يا باشا. حلو كده، وبعد كده نقوم واخدين عندنا فرشه صغيره، حط عندي ميه حاجه بسيطه، حاجه بسيطه جدا من الميه كده من فوق عشان ايه اديها حبه البركه. ونبدا نوديها فين؟ عندي الفرن، بس بسيبها ترتاح دقيقتين اتنين وبعد كده بوديها الفرن. مش زي ما اتفقنا يفضل ان انت بعد ما تفردي العيش اللي انت تسيبيه شويه، يعني سيبيه شويه بعد ما تفرديه، ما تاخدوش تفرديه على طول وتدخليه عندك الفرن. صاج يكون ساخن عندك. نقوم واخدين عندنا العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدا نقفل على طول عشان يبدا اللي هو يكمل التسويه بتاعته. والبيض عندي اسيبه براحته خالص، انا عامل شويه طبعا هنا بحبه البركه وشويه عاملهم ساده من غير اي حاجه خالص، اللقمه تاكل صابعك وراها مع البيض الاومليت اللي احنا عاملينه. وتقدري على فكره العيش الشامي بعد ما تخلصيه ويبرد معاكي تحطيه على بعضه وتحطيه في كيس وتدخليه الفريزر، مش هيحصل اي حاجه خالص، هيقعد معاكي فتره كبيره جدا. كهوت ما اعرفش هيبان ولا مش هيبان، مش عارف صراحه. انا بحط كده عشان اجيبه. تمام. طيب اهو انا يقب اهوت الدنيا تمام. لو الفرن عندك مش ساخن معاكي مش هيقب ولا يشوف حاجه، فلازم الفرن عندك يكون حلو عشان يظبط معاكي. الخبز بتاعنا ما شاء الله، شايف 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 الشغل العالي عادي. هو سخن كده، انا بحب امسك العيش وهو سخن بصراحه. اهو ادي العيش بتاعنا، الخبز بتاعنا الجميل وهو طالع كده. تقدري تحطيه زي ما اتفقنا فوق بعضه وتبداي اللي انت ايه، ما فيش اي مشكله خالص اللي انت تخزنيه. تعال ناخد التاني بقى اللي هو من غير اي حاجه خالص، اللي هو من غير حبه البركه ومن غير ما المع ومن غير ما اعمل اي حاجه. بسم الله. ادي واحد، لا ده ياخد خمسه الصاج ده بقى. اتنين، ايوه مسامة. عايز اقول لك على حاجه بس بموضوع العيش يقب معاكي او ما يقبش والحاجات ديت كلها. التلميع بيفقد شويه هيبه اللي انت تخلي الخبز بتاعك يقب معاكي، اللي انت تلمعيها وتديها حبه بركه. يفضل ان انت تديها حبه بركه من غير ما تلمعيها، لكن لو عايزه تلمعيها هتطلع لك ايه اللي هو نص قابب كده، مش قابب كامل غير الساده. لو اتفرجت على الساده دلوقتي، تعال نفتح نشوف الفرن، بص عامل ازاي ما شاء الله قدام حضرتك اهوت. نبدا نقفل ولحد ما ايه ما يبدا يكمل الحاجه بتاعته حاجه كده ايه ما شاء الله. والله فعلا التاكل نيه. الزبادي كمان، اللي طعم الزبادي اللي فيه هيعملوا فيه شغل قوي وتست عالي قوي قوي قوي. طعم الزبادي اللي موجود في العيش الشامي.